يقول السائل: في ظل انتشار الرذيلة، في ظل الدعوة إلى تبرج المرأة وسفورها وخروجها عن حجابها وحيائها، هل لكم من نصيحة لعامة النساء للحفاظ على الحجاب الشرعي وبيان ما هو الحجاب الشرعي الصحيح؟ الحجاب الشرعي مذكور في القرآن وفي السنة، وبينه العلماء في مؤلفاتهم ورسائلهم، فما على المرأة المسلمة إلا أن تقرأ القرآن وكتب التفسير، تقرأ الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الحجاب، وتقرأ مؤلفات العلماء عن الحجاب والستر للمرأة. عليها أن تقرأ، والأشرطة أيضا الآن تسمع أشرطة عن الحجاب وعن لباس المرأة، يعني الحجة قائمة الآن، ما لحد عذر، كل شيء موضح وكل شيء مبين. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تلزم الحجاب، وتتجنب السفور، لأنها مؤمنة تريد دخول الجنة، ولا تلتفت إلى السافرات من النساء أو الفاسقات أو الكافرات أو الخليعات، لا تلتفت إلى هؤلاء، تلتفت إلى النساء الطيبات المؤمنات، إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابيات، إلى نساء المؤمنين، وتلتزم هذا الأدب الرفيع، هذا الحجاب الساتر، هذه الحشمة، هذه الكرامة. عليها أنها تقتدي بالطيبات الصالحات المؤمنات، ولا تلتفت إلى المتهتكات والفاسقات، أو تلتفت إلى دعاة الضلال ودعاة السوء الذين يزهدون في الحجاب ويرغبون في السفور، لا تلتفت إلى نعيقهم وإلى نباحهم، لأنهم مثل الكلاب، هذا نباح الكلاب، لا تلتفت إليه ولا تستمع إليه ولا تقرأ ما يكتبون، إلا إن كان هذا القراءة أو الاستماع لأجل الرد عليهم ولأجل فضح مكائدهم فلا بأس. أما أنها تستمع أو تقرأ وهي لا تحسن الرد ولا تعرف الرد، فلا يجوز لها هذا، لئلا تتأثر به.